بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع رسم الهندسة يا شباب، عايزين نرسم الأيزومتريك للرسمة اللي معانا ديت. بنروح نجيب المثلث 30 60 ونبدأ نرسم. طب عشان نرسم لازم يكون معايا أبعاد. طيب أنا هنا محتاج مين؟ محتاج الأبعاد دي كده. بص اعتبر إن البلان مش معانا، تمام؟ وده هنرسم من الإليفيشن والسايد فيو. بس دي كده 46، دي كده 24، ودي كده 18. في مشكلة؟ مفيش مشكلة. الارتفاع ده بقى كام؟ تلاتة وعشرين، واللي بعده زيه. طيب هنا ده العرض، العرض ده كام؟ العرض ده 30، العرض ده 8، العرض ده 5. خلاص كده مش محتاجين أي حاجة. يلا بينا يلا بينا نتوكل على الله، توكلنا على الله. هروح رايح راسم الايزومتريك في الاليفيجن في الشمال، هرسمه في اليمين. دي 38، تمام. واطلع كده كام؟ 23، صح؟ ولا نطلع مرة 46؟ نطلع 46 مرة واحدة خلاص. لا بلاش، مش مستاهل. أروح طالع ال 23، بعد كده أجي كده أطلع كده، نقطع الخطوط دي كده مع بعض. العرض ده كام؟ العرض ده 30، أي طول أي طول. خلاص كده إيه، قسمنا الشكل ده كده، تمام تمام تمام. خلصت دي، خلصت دي. هات لي بقى الجزء بقى دوت اللي خلف دوت. ده ندخل 8، ندخل من هنا 8 ومن هنا 8. يروح رايح مدينا الخط ده كده، نقطع الخط الزيادة ده وده، نشيل الدايرتين الجمال اللي معانا دول. اطلع بقى 23 كده، اطلع كام؟ 23. بعد كده نيجي كده، نرجع كده ثاني 36، وانزل كده كام؟ 38 ل 36 معاهم. شايف؟ شايف غلط؟ 38. ايوه، اللي عرفني ان في غلط ان الخط ده ما قابلش الخط اللي تحت، لازم يتقابلوا التلاتة في نقطة واحدة. عشان كده انا عرفت ان انا اخطأت في الرقمين. كويس ان اخطأت، علينا نتعلم من الاخطاء ديت. دي 5، اروح رايح ماشي كده 5، اروح جاي كده، اروح ماشي كده، اتقطع في نقطة، سلموا على بعض كله تمام. انزل بقى من النقطة دي للنقطة دي، جبت زاوية الميل، ومن النقطة اللي هناك دي للنقطة اللي تحت دي. طبعا دي مش هبان فمرسمهاش، صح؟ صح، بس كده. طيب عندنا بقى الفتحة ديت، الفتحة دي 24، يعني 12 فوق و12 تحت و18. طيب 18 يعني 9، اروح نازل كده 12 وامشي كده 18 واطلع كده 12. خلصت؟ امشي كده كمان واطلع كده 12 وامشي كده 18 وانزل كده 12 وتعالى كده المفروض 8. يعني بص انا هكتب 8، هتلاقيها انتهت عند النقطة بالظبط. شايف؟ عشان تعرف بس ان الشغل مظبوط، يعني شغل على جوه. تمام تمام التمام كده. خلصت؟ خلصت. افتح بقى ده، افتح ده. الخط اللي هناك ده المفروض انه مش هيبان فما ترسموش. الخط ده هيمشي كده للآخر فهرسمه للآخر، وبعد كده امسح خطوط الزيادة. الخط اللي هناك ده مش هيبان فالمفروض ان انا اوقفه لحد هنا. المفروض ان الرسمه كده خلصت، بس ده مستوى واحد، فالخط ده المفروض ما يترسمش. لو دول مستويين يبقى واحد متقدم واحد متاخر، واحد مرتفع واحد منخفض، واحد بارز واحد غاطس. لكن ده كده الاثنين في مستوى واحد، يبقى تشيل الخط ده، ايه لازمته؟ فهمت حاجه؟ فهمت حاجات، مش حاجه واحده بس. يعني كده الرسمه خلصت، خلصت الرسمه. طيب انا بفكر بس مش اكتر من كده، بفكر. ها
ناخد فيه سكشن، يلا ناخد سكشن، يلا ناخد سكشن. هات الرسمة دي وهاتها كده على جنب، وتعالى نروح رايحين واقفين هنا كده. انا اعرفك ازاي ترسم السكشن في 3D، ماشي؟ عشان ننجز الكلام. اهو هي جاية في النص، في النص يعني. اقطع يا باشا، اقطع ده، اقطع ده. الصراحة سكشن زي العسل. اقطع بقى الخطوط الزيادة، اقطع الخط ده، اقطع الخط ده، امسح الخطوط دي، مش عايزها انا، مش عايزها، متعصبنيش. اقطع، مع السلامة. ده وده وده هيتقطع، صح؟ صح الصح. طب وده ماشي كده، صح؟ صح. بس عايزين بقى نجيب زاوية الميل دي، هي دي التركة في الموضوع. انا ممكن اجيبها بهزار كده على طول، ابقى انا جبتها، لان دي زاوية الميل هي نفس زاوية الميل اللي هناك، ماشي؟ ماشي. ولكن عايز بقى اجيبها صح الصح، امشي اجيبها ازاي عشان ايه ما تفتكرش ان انا مش عارف يعني. بص بص بقى عشان تبقى عارف، الخطوط دي انا همسحها. احنا قلنا ان العرض ده كام؟ 30، صح؟ طيب بص كده، امشي ده كده 30، واطلع بده كده اي طول يا عم، وامشي بده كده اي مسافة يا عم، وهدي كده اي طول يا عم، وهدي كده اي مسافة يا عم. بس انا حاسس ان هو مايل، المثلث اتحرك من ايدي وانا بس. بس خلصت، خلصت. هدي بقى كده لفوق. لا مش اوعى تفهم انها كده، صح؟ ها ده مع ده، فاهم؟ عشان الاتنين ايه على مستوى واحد، عشان بس ايه ما دماغك ما تروحش بعيد. اوعى تفهم ان انها كده ايه خلصت، ماشي؟ ماشي. ده بقى بص كده، ركز معايا، ده لما يطلع فوق هنا يروح جاي فين؟ يروح جاي هنا كده، جاب النقطة دي. المفروض بقى ان ده ينزل من هنا على دي، فاهم حاجة؟ فاهم ولا مش فاهم؟ ماشي. هفترض فده، ايوه، شايف الخطين موازين لبعض ازاي؟ والله كده انا فاهم كده، صح. بس يا سيدي، واروح اقطع بقى دي، واروح اقطع ده، واروح مسح ده كده، الرسمة خلصت. طبعا جميلة الرسمة، فأنا مبسوط إن أنا رسمتها. ليه؟ عشان عايز أبين لحضرتك إن هنا في هاتش وهنا في هاتش. هاتش يعني كذب يعني، ده كده تمام، وهاتولي بالباي لاير عادي خالص، وزود لي المسافة، قرب لي المسافات ما بينهم كده عشان الدنيا تبقى تمام التمام. خلصت الرسمة، عرفنا فين السكشن، عرفنا فين القطوع كده، خلصت. نتوكل على الله ونروح نستنتج المسقط التالت، ونرسم القطوع، وكمان نعمل ايه، ونربط المسقط ببعضها. بشكركم جدا، جزاكم الله خيرا. اسألكم الدعاء، انشروا الفيديوهات، اي حد عنده سؤال يبعتولي على الواتس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.